الناس دي كان ممكن ينصحك او يتكلم معاك كده يعني براحتكم شوية، يعني يقول لكم بينصحكم مثلا في يعني معلومات معينة او نصايح معينة او كلام معين، يعني ان هو بيساعدك يعني. هو في كتير طبعا. الكابتن حسام غالي كان اكتر واحد داعم لينا ودايما بيشجع الشباب وكده وبيدوس معانا ان احنا لازم يبقى عندنا روح وعزيمه زي النادي هنا. في ناس كتير اتكلمت معايا، بس اكتر حد كان بيتكلم معانا دايما وبيعايز الشباب تبقى احسن في احسن حالاتها كان دايما كابتن حسام غالي وكده يعني. تلعبت في نوادي كتير قوي يعني ما شاء الله، احنا بنذاكر حلقتك لقيت ان في مسيره كبيره جدا من النوادي. ايه اهم المحطات في كل نادي، وقول لي حاجه استفدتها كمان من كل نادي. هو طبعا اي حد بيلعب في النادي الاهلي بتبقى اهم محطه بالنسبه له محطه النادي الاهلي. لكن انا فتره تعلقي بشكل لافت للنظر وكده كنت بلعب فيها ماتشات كتير وكونفدراليه وكده مع سموحه. ده الموسم كان ده عندك كام سنه؟ كان ساعتها 24. ده موسم عملته جامد جدا، بعدها جيت النادي الاهلي هنا وكملت على الموسم ده موسم ونص في النادي الاهلي. يعني كنت برضو بنفس الاداء وبنفس القوه اللي انا كنت فيها في سموحه وكده، ونفس برضو مسيره الاهداف والحاجات دي برضو في النادي لمده سنه ونص. طبعا الفتره الاخيره دي ما لعبتش فيها وكده، فبقول الحمد لله طبعا على الفتره اللي قعدتها في النادي ما قصرتش وما بخلتش، والناس كلها كانت شايفه قدام عينيها الحاجه دي الحمد لله. شايف ازاي مشوار المنتخب الوطني طبعا الفتره الاخيره، وهل شايف ان في حاجات معينه لو